ترى السماد كثرته سم يسوي تعفن، وقلته ترى ما يصير ما يعطي معنى. طريقة التسميد، سوي ثلاث حفر يبعد عن اليد ما يقارب ذراع إلى ذراع ونص، وتدفن السماد. كل حفرة تحط فيها ما يقارب 2 كيلو من السماد المعالج. سماد ضروري يكون سماد معالج على هالمنوال. الثم ما يقارب 20 يوم 15 يوم، وترد تغير اللي حفرته هنيها مرة، هذه مرة ثانية تحفر هني، مرة ثالثة تحفر هني، وانت تسير السماد زين إذا كان بكمية بسيطة. مب هيل بلقي شيل. الطريقة الثانية، هذا خندق دور ما دار للشيارة، هاي الطريقة الثانية. يلا تفن تفن. هالطريقة أنت ما بتاذي لا بيتك أهل بيتك ولا جيرانك، ما كأنك سمت. أما أنك بتحط السماد فوق مغثي، هذا لا بتستفيد منه لا أنت ولا الشير، بالعكس بتخيس الفريج، والفريج كله بيستاذي، بيعرفون أنك أنت سامي، بيكثر الذباب وبتكثر الحشرات كلهم وراء طريقة التسميد. هذه أسلم وأحسن طريقة للسماد. التسميد هذا وقت الشتاء، من يدخل الشتاء ابتدت الناس تسمد، تروم تسمد كل اسبوعين، كل 3 اسابيع، كل شهر، كل شهرين، على حسب المتاح. لكن الري يجب بهالطريقة، غمر المدة 3 ايام من بعد التسميد، ان كان قيض ولا شتاء. كثرة الماء تضر، تسوي تعفن في الجذور. ليش ابعدنا نحن بعدنا السماد عن اليدع؟ لان اللي يمتص السماد وفوائده الجذور، جذور الشيارة ما بعند اليد، جذور الشيارة هذه عندي أنا، توصل إلى 1 متر و2 و3 في التسميد. عشان تحتاج تستفيد من الشيارة لازم يكون بعيد عن اليد. اليونية هاي طالت عماكم نحطها في ري الغمر، لجل ما تسوي حفاير، هذا شيء متعارف عليه. ومن بعد التسميد يبتدي الإنسان يجلب التربة في الشهر مش أقل عن مرة أو مرتين، يسمونها تهوية التربة، ويخلون الأرض يوم يسوون يجلبون التربة، الأرض دور ما دار الشيرة خلوها مكشوفة بلي ماء لمدة 2 يوم. هذا الببلر، الببلر ينحط على تايمر، تايمر على حسب أنت الوقت اللي أنت ترسمه تخطط عليه متى يكون. أنا مثلا الفجر من الساعة 5 للساعة 7 خلص كل زراعتي. شوف انت وين؟ اقولهم انا في صلالة في مدينة محمد بن زايد في ابوظبي. هذه صلالة، هذا اللي تشوفونه في كل ساعتين يشتغل مدة 5 دقائق، ما يصرف ماء لان رداد ساعات هيلس تحت الظلة وتفنيل الا سحة ورطبة وفنيال قهوة والدنيا مطرجة. يلا